السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى حسام الكاتش، أنا وتشير مع مصطفى. أولا أرحب بكل اللي بيشوفني من جوه مصر، برا مصر، مشرفيني جميعا. وأحب أقول لك اللي بيشوف كاتش أول مرة دوس على زر الاشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل كل جديد من عندي. ماشي يا جماعة، تعملوا لايك على الفيديو ده وأي فيديو قديم عشان يوصل الناس اللي مش مشتركة عندي، ومنها تشاركوا ما تستفاد من الفيديو. دلوقتي يا جماعة معانا قناة الدعم، قناة يوميات رهف ونور. دلوقتي يا جماعة القناة دي أنا بالنسبة لي يعني إيه، أحيانا بحب ادخل اشوف انا يعني ايه الطرق وازاي نزوق الاكل كده بيبقى حلو. انا بالنسبه لي عامه انا بحب ايه اعمل اكل بنفسي او اجرب حاجات جديده بقى زي البيتزا والمعجنات وكده. ماشي، فانا بحب ايه ادخل اشوف بقى ايه الشكل الرصه كده، يعني انت عارفين نص الاكل نظره. ودلوقتي يا جماعه القناه دي هي كام مشترك؟ لا اله الا الله، هو فيديوهاتها مش كتير بس بقالها 3 اشهر، هي 1026 مشترك. عايزين يا جماعه كده خلوا لها 1500 مشترك، 2000 مشترك، اللي يقدر عليه يعمله. وانا يا جماعه هاخد اللينك بتاع فيديو ليها واحطه على اول تعليق واثبته. وياتي يا جماعه يا ريت تخش نشترك عندها ونشوف طرق الحلويات بقى عشان رمضان وكده، وكل سنه طيبين. ماشي، وهي قناه جميله جدا وشيك وبتعمل حاجات جديده، وانا بالنسبه لي بحب اتابعها واتمنى لها النجاح. وياتي يا جماعه كلنا نخش نشوف القناه ونقول راينا ونشترك فيها. مش يا جماعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى انكم تشتركوا في القناه دي وندعمها كلنا، وهي كمان هتيجي للي هيروح عندها.